بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أحببنا متابعي قناة اعرف دينك، أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى بجوار من؟ بجوار حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقد أصبحنا في زمان هو زمان الأزمة، زمان الأزمة في أمر قد جد وعم وظهر خطره وبان أثره وعم ناره، ألا وهو هذا الأمر هو أمر عقوق الوالدين. فما أكثر الأخبار التي نسمع فيها أن هذا ضرب أمه، وذلك دفعها، وذلك شتمها، وذلك فعل، وذلك فعل، إلى غير ذلك من هذه الأفعال التي نسمع عنها في كل يوم. ولذلك دخلت أم في إحدى المستشفيات والدم يسيل من رأسها، فقال لها الطبيب: من أين لك هذا؟ فقالت: لقد وقعت من على السلم. قال: لا، ولكنها ضربة ضارب. فبكت الأم واختلطت دموعها بدمائها وقالت: إنه ولدي، إنه ولدي، مد يده علي. فأين نحن من قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لا إله إلا الله. وبعد التوحيد: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه قصة يغيم عليها ظلام الغيوم. ذهب أحد الصالحين إلى بيت الله الحرام، فلما طاف بالبيت وقضى عمرته وتحلل جلس في ناحية من نواحي المسجد الحرام ليستريح، فرأى في المنام أن القيامة قامت، وإذا بمناد ينادي في أرض الحرم: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان. فاستيقظ الرجل وقال: لأذهبن وأسألن عن فلان ابن فلان. فأشاروا إليه فإذا هو يتعلق بأستار الكعبة، إذا رأيته رأيت رجلا براق الثنايا يستسقى به الغمام من شدة صلاحه، في وجهه نور، في سمته نور، في خطوه نور، في كل حركات عبادة. فقلت: لا 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 لا، مستحيل أن يكون هذا الشخص هو المحروم من الجنة. فنمت في الليلة الثانية فرأيت في المنام نفس الرؤية أن القيامة قامت، وإذا بمناد ينادي ويقول: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان باسمه ورسمه. فقلت: والله لأراقبنه. فذهبت فراقبت الرجل، فإذا به رجل من عباد الله الصالحين يقرأ القرآن، يكثر من الذكر، يكثر من الركوع والسجود، إذا خرج وصعد كبر، ونزل سبح، يتصدق على الفقراء والمساكين. فقلت: لا، إنها رؤيا شيطان، لا يمكن أن يكون هذا الرجل هو المحروم من الجنة. قال: لئن عاودتني ثالثة لأصارحنه. فجاءت نفس الرؤيا في اليوم الثالث: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان باسمه ورسمه. فذهبت إليه فقلت: أستحلفك بالله لأصدقنك القول وتصدقنني الجواب. قال: أفعل. قال: أذن لي أن أذهب إلى بيتك فإني أريدك في أمر يخصك. فذهبت معه، فكلما صعد كبر ونزل سبح، يتصدق، يسبح، يذكر، فدخلت بيته فوجدت بيتا من بيوت الزهاد والعباد ليس فيه أي أثر من رفاهية الدنيا. فقلت: أستحلفك بالله إني رأيت في منامي ثلاثة أيام أن القيامة قامت، وأن الله عز وجل يقول: كل من في الحرم يدخلون الجنة إلا فلان ابن فلان وأنت باسمك ورسمك. فبكى الرجل فقال: بالله عليك أخبرني عن قصتك. فقال ذلك الرجل العابد الزاهد: إني كنت في شبابي كنت شابا عاصيا مدمنا للخمر، مسرفا في المعاصي والذنوب، وفي ليلة أسرفت في شرب الخمر فلعب الخمر برأسي، وعدت إلى البيت وإذا بأمي كانت تجلس أمام التنور، كانت بتغرس قدام الفرن، كانت تجلس أمام التنور وهي تعظني وتقول: يا بني،
يا بني ألم يأن لك ألم يأن لك أن يخشع قلبك لذكر الله؟ أما كفاك أن تتوقف عن الذنوب والمعاصي؟ أما آن لك أن تتوب إلى الله؟ أما آن لك أن تحود إلى ربك؟ وأنا أقول لها اسكتي 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 اسكتي، فلما زاولت واستمرت في النصح ورأت غضبي، فإذا بزوجتي كانت جالسة فدخلت حجرتها وأغلقت على نفسها الباب، وأما أمي فما زالت تستمر في الوعظ وأنا أقول اسكتي بغضب، حتى قمت فرفعت أمي فألقيتها في النار وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق. ثم نمت من شدة السكر، فخرجت زوجتي وقالت فلان، فقلت لها ما لك؟ أين أمي؟ فقالت أمك تلك الجثة المتفحمة في التنور. قال من فعل ذلك؟ قالت أنت فعلت كذا وكذا، ومن ساعتها وقد تبت إلى الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ذنبي. فإذا بهذا الرجل الذي رأى الرؤيا لمدة 3 أيام ذهب في اليوم الرابع ورأى رؤيا أن القيامة قامت، وإذا بالله عز وجل يقول كل من في الحرم يدخلون الجنة وأولهم فلان بن فلان، وتاب الله عز وجل عليه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أمك أمك، خلي بالك من أمك من أبويك، فإن الأب والأم بابان من أبواب الجنة فلا تغلقه بيديك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وصلي اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.